اهلا وسهلا بيكم شباب الخطة، ثالثة اعدادي مع درس جديد ويوم جديد. ومن الدروس اللذيذة حساب المثلثات. قال لي ايه ده، ايه ده حساب المثلثات ده؟ هقول لك انا، صل على النبي. حساب المثلثات ده يا رجالة ده علم جديد. قال لي يعني ايه علم جديد؟ علم مش قبل الميلاد قوي، يعني قبل الميلاد استعملوا حاجات بسيطة. بيعمل ايه؟ اقول لك انا مثال. لو انت مثلا لقيت طيارة طايرة في الجو، يقول لك الطيارة ديت مثلا على ارتفاع 1000 متر. هم بيعرفوا المسافات دي ازاي؟ هل حد بينزل من الطيارة يقيسها؟ قال لي طبعا لا. طب في مثلا سفينة في البحر وسفينة أخرى في مكان تاني، عايزين نجيب المسافة اللي بينهم، حد هينزل مثلا بشريط المتر يقيسه؟ قال لي طبعا لا. العلم اللي بيدرس ازاي يجيب المسافات ما بين الأشياء، قال لي ده علم اسمه حساب المثلثات. وفي حاجات تانية كتير. حساب المثلثات ده علم جديد، علم جميل. إن شاء الله النهاردة هناخد أساسيات حساب المثلثات، حاجة من بداية الأساسيات. قال لي طب احكي يا أستاذ، أول حاجة إيه في الأساسيات؟ قلت له قبل ما أحكي الجديد يلا نفكرك بالقديم. وأول فقرة لينا يلا نشوف موضوع الوحدات اللي أنت خدتها في ابتدائي. صح، أنت خدت في ابتدائي المنقلة بتاعتك الجميلة. المنقلة بتاعتك كان هنا مكتوب 10 و20 و30 واحنا ماشيين كده. قال لي صح. قلت له دي كام دي؟ قال لي دي 10 درجات، 20 درجة، او 15 نص، وهكذا. طيب ازاي بقى بكتب الدرجة؟ الدرجة بيتعمل رقم وعليه دايرة، عليه دايرة. قال لي طيب دي الوحدة الكبيرة، الوحدة اللي اصغر منها؟ قلت لك انت خدتها اسمها دي درجة ودي دقيقة، دقيقة الوحدة بتاعتها. الدرجة 60 دقيقة. صح، الكلام ده كان في أولى إعدادي. الدرجة 60 دقيقة. طب والدقيقة 60 ثانية. الدقيقة بيبقى عليها شرطة مش دايرة، 60 ثانية والثانية شرطتين. قال لي الكلام ده احنا خدناه قبل كده. قلت له خدناه قبل كده. قال لي بس انا نسيت. قلت له طب تعالى افكرك، الزوايا بتتكتب ازاي؟ لو قابلتك مثلا زاوية 100 درجة بكتبها ازاي بالآلة؟ قال لي تعالى نجيب الآلة. الآلة مهمة يا شباب عندنا في الكتابة بتاعتنا. قال لي حاجة زي كده، زاوية 100 درجة أكتبها إزاي؟ قلت له إيه سي، أدي 100 درجة، لو رقم درجات بس ما بحطش عليه حاجة، 100 درجة وخلصت. قال لي طيب لو درجات ودقايق؟ قلت له لأ، أدي خليك معايا، مثلا اللي جنبها ب 150 درجة و40 دقيقة، 150 درجة، بص بص الزرار ده اسمه كومة، أكتب تك على كومة، 40 دقيقة، 40 وكمان كومة، يبقى كل رقم بيتكتب بحط عليه كومة. قال لي وبعدين التكة يساوي؟ هتلاقيها طالعة كبيرة فوق عندك. قال لي طب الأخيرة يا أستاذ؟ قلت له الأخيرة تعال نشوفها، 70 درجة، تعال نجيب الآلة الجميلة، يلا بينا 70 درجة. أدي 70 درجة، التكة على كومة، 35 درجة، لازم كومة، الأخير 15 كومة. خلي بالك لو ما اتكتش الكومة الأخيرة بيطلع لك في الآلة ايرور، لازم كل رقم عليه كومة. التكة اللي طلعت جميلة. طب بفرض يا أستاذ، بفرض يعني إن أنا نسيت الكومة الأخيرة، التكة كده بيطلع لك ايرور، ليه؟ عشان ما حطيتش الكومة. يبقى كل رقم بكتبه يا شباب بتك عليه إيه؟ قال لي بتك عليه كومة. دي كانت موضوع الدرجات والدقايق والثواني. وعلى فكره هي بتقرا من الشمال زي التليفون، يعني دي لما تيجي تقراها تقراها ايه؟ لا ما تقراش من هنا، من هنا 70 درجه، 35 دقيقه، 15 ثانيه، بتتقرا زي التليفون بالانجليزي من ناحيه، ودي برده كذلك. قال لي طب يلا بينا نشوف حاجه تانيه غير دول. اكتب كل من الزوايا التاليه بالدرجات. قلت له طب ما هي بالدرجات. قال لي لا دي درجات ودقايق، هو مش عايز دقايق، عايزه درجات بس. اعمل ايه؟ قال لي دي على طول تجري على الاله. فين الاله الجميله اهي؟ يلا بينا، يلا بينا هاتها كده جنبها، يلا نكتبها. بسم الله. ادي 100 درجه 25 دقيقه يساوي، قال لي طلعت زي ما هي مكتوبه بالظبط. طب هو مش عايز بقى عايزها درجات بس. بص 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 اتك على زرار الكومة، قال لي بيحولها لي العشري، بيحولها لي كم؟ لعشري. كانت 100 اهي، 141 من 100، 141 من 100. هات القلم الجميل بتاعنا دوت، دي بتساوي 100 علامة 4.1 بس كده، ما بقتش درجات ودقايق، بقت درجات فقط. قال لي طب اللي جنبها؟ قلت له بنفس الطريقة
وجميل لو سبقتني. وقف الشاشة وحاول تكتبها انت. يلا بينا. 120 درجة، 30 دقيقة، 15 ثانية. كتبت الثلاثة؟ اه، التكة يساوي. يا استاذ كده انت كتبتها بالظبط، برافو. انت بقى مش عايز درجات ودقايق وثواني، عايز درجات بس. التكة على كومة. 120 وخمسة من 100 وخمسة من 1000. 120 علامة خمسة، 120 درجة ونص، 120 درجة ونص تقريبا. قال لي ليه علامة تقريبا دي؟ قلت له لان كان في ارقام تانية كتير، ممكن اكتب رقمين او ثلاثة عشريين افضل يعني. قال لي طيب كده عرفنا ازاي الدرجات والثواني والدقايق اكتبها درجة بس. جميل. لا لا لا، قبل ما ننقل وقف وارجع تاني، وقف واعملها انت بايدك تاني. قال لي جميل، يلا بينا. اكتب كل من الزوايا الاتيه بالدرجات والدقائق. المره دي بقى هو جابها لك كلها درجات وعايزك تفنطها. قال لي سهله برضه يا استاذ، يلا بينا. قالت الجميله اهي، قالت الجميله. اكتب الرقم الاولاني كام يا استاذ؟ خلي بالك هنا مفيش درجه ودقيقه وثانيه، بتكتب الرقم زي ما هو. 5 4 علامه عشريه 3 6. 54 و36 من 100 كتبناه. اه هو هو صح. التكه كوم. الكومه ديت بقى بتعمل ايه؟ بتفنطها لك درجات ودقائق وثواني. قال لي يعني؟ قلت له اكتب دي 54 21، 54 21 و36. خدت بالك انا عملت ايه؟ كتبتها في الشاشه زي ما هي. يساوي يساوي، اعمل معايا بايدك، افتح آلتك يا جميل. كتبت دي زي ما هي يساوي، واتكيت على كومه، كومه اللي هي الواوات، اديتني درجات وده، وبتتقرا من الشمال. 54 درجه، 21 دقيقه، 36 ثانيه. قال لي طب اللي جنبها؟ قلت له اللي جنبها استنى لما تعملها لي انت الاول. خلصت؟ يلا بينا. 100 علامه 5، 100 ونص. قال لي التكه يساوي عشان تسجل في الشاشه، وكومه يساوي كومه، بعد ما تكتب الرقم يساوي كومه. قال لي طلعت كام؟ 100 درجة و30 دقيقة. قال لي تعالى نكتبها. قلت له دي 100 درجة و30 دقيقة، درجة ودقيقة. خلي بالك الآلة بتكتبهم ناحية اليمين، احنا بنكتبهم بالشمال بالعربي، درجة ودقيقة. قال لي كده بس؟ قلت له اه بس كده. جميلة ولذيذة. وده بيعلمني ايه يا رجالة؟ قال لي ده بيعلمني ايه تاني؟ بيعلمني يا رجالة ازاي احول من درجات لدقايق وثواني والعكس. وفي طريقة تانية يدوية؟ اه طبعا، بس عليك استعمال الآلة، عليك فلازم كل ما تمسك الآلة كتير هتبقى المهارة بتاعتك بتزيد يوم بعد يوم. الجزء ده كان الجزء الأولاني يا رجالة، كنا بنعرف ازاي نكتب الوحدات بتاعتي بتاعت الزوايا درجات ودقائق وثواني، ازاي احولها لدرجات فقط، وازاي لو هي درجات احولها لدرجات ودقائق وثواني. ويلا بينا على الفقرة التانية، ويلا بينا. ادخل على موقع الخطة التعليمي علشان تشوف باقي الدروس في كل المواد، ذاكر في أي وقت وخليك دايما مستعد. ويلا بينا يا شباب ناخد حتة صغيرة حلوة وأمورة قديمة بس هنستعملها كتير. معلومة، قال إيه هي؟ قال لي قياس الزاويتين المتتمتين كم درجة؟ 90 درجة. لما تلاقي أي زاويتين مجموعهم 90، زي كم مثلا أستاذ؟ 80 و10، مجموعهم 90 يبقى اسمهم متتمتين. 70 و20، 60 و30، 50 وهكذا. أي زاويتين مجموعهم كم؟ 89 و1. ماشي. قال لي أي زاويتين مجموعهم 90 بنقول عليهم إيه؟ اللفظة دي، برافو برافو، متتمتين. قولها تاني، متتمتين. قال لي دي المعلومة الأولى. قال لي طب المعلومة التانية يا أستاذ؟ الزاويتين المتكاملتين، متكاملتين 180، متكاملتين 180، يعني لو واحدة 100 التانية تبقى 80، لو واحدة 110 تبقى 70، 120 تبقى 60. قال لي إيه دي؟ قلت له دول المتكاملتين. اي زاويتين متكاملتين مجموعهم 180 درجه. قال لازم لا، ممكن ثلاث زوايا بيكملوا بعض، يعني بيخلوا مجموعهم كام درجه؟ 180 درجه. وبنفكرك بحاجات ابتدائي، مجموع قياسات زوايا المثلث، اي مثلث مع مجموع القياسات الداخله كم درجه؟ 180 درجه. الثلاث معلومات دول يا شباب دي معلومات اساسيه هنمشي بيها مسائل. قال لي طب ما تيجي توريني المسائل بتيجي شكلها ايه؟ قلت له بس استنى، حفظتهم؟ اه.
متتمتين 90 متكاملتين 180 متتمتين 90 متكاملتين 180 مجموع الزوايا الداخله. قال لي برافو عليا مجموع الزوايا الداخله 180 درجه. طب يلا نشوف تمارين عليهم وبتجي لنا في ثالثه اعدادي ازاي. اذا كانت النسبه بين زاويتين متتمتين 5 الى 7 اوجد الزاويتين. قلت له استنى استنى انت قلت كلام كتير. لا معلومتين. قال لي يلا بينا النسبه بين زاويتين متتمتين. تعال نقول نسبه 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 يعني الى. علامه النسبه اسمها الى او على. على او الى. زاويتين متتمتين 5 الى 7 هو اللي قال كده مش انا. زاويه نسبه بين زاويتين متتمتين 5 الى 7. قلت له انا كتبت 5 الى 7 بس ما استفدتش حاجه بكلمه متتمتين دي يا استاذ. كلمه متتمتين يعني مجموعهم 90. قال لي انت زودت من عندك. قلت له برافو عليك كل كلمه لها استفاده. دي بحط عمود جديد اسمه المجموع. الزاويتين دول مالهم؟ متتمتين. لازم تكتب مجموعهم جنبهم. قال لي مادام جمعت دول لازم اجمع النسب. 5 زائد 7 12. احنا عايزين ايه يا استاذ؟ انا عايز الزاويه الاولى وعايز الزاويه الثانيه. يلا كده نعمل مقصات. قولها بالراحه يلا بينا. ازاي اجيب الالف؟ بص 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 هنعمل مقصات الف وب. اعمل مقصات بايدك كده. 2 في دي ب ودي 12 دي 9 ودي 7 90 و7. مين اللي معروفين؟ ابدا باللي معروفين الاول. الاثنين اللي في وش بعض اللي معروفين. قال لي دي 7 في 90. قلت له جميل يبقى زاويه ب 7 في 90 على 12. تاني تاني لو انت عايز ب بتعمل ايه؟ بتعمل كروس بايدك صح. بتبدا بالاثنين اللي في وش بعض اللي معروفين 7 في 90 على 12 هيطلع لي. قال لي هيطلع لي الرقم بتاعي. طب والف يا استاذ؟ قلت له بنفس القصه بس اعتبر ده مش موجود. قال لي يعني. قلت له 5 في 90 على 12. 5 في 90 على 12. قال لي تعالى نحسبها. قلت له يلا بينا الاله الجميله بتاعتي. تعالي يا اله جميله. 5 في 90 على 12 ادي. بص 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 معايا شرطة الكسر اهي. 5 في 90 عايز انزل بالسهم الزرار ده على 12 بيساوي. قال لي طلعت لي رقم. قلت له التكه كومه طلعت 37 37 درجه و30 دقيقه. 37 درجه وكام يا استاذ فكرني؟ قال لي اهي و30 دقيقه. نعيدها تاني نعيدها تاني نقول بالراحه. أنا عايز الزوايا بتاعتي. عملت إيه؟ عملت مقصات. بضرب اللي معروفين الأول. 7 في كام؟ قال لي 7 في 90 على 12. طب وألف؟ 5 في 90 على 12. قال لي وحسبناها؟ قلت له وحسبناها. 37 و30 دي كانت فوق. قال لي طب اللي تحت دي نجيبها إزاي؟ قلت له بنفس الآلة الجميلة بتاعتي. يلا نجيب الآلة الجميلة بتاعتي. اللي تحت هكتبها إزاي؟ شرطة الكسر الجميلة. 7 فين السبعة؟ في 90 وننزل بالسهم تحت كده على 12 يساوي. قال لي يا استاذ الزرار ده الزرار ده بيحولها لدرجات وثواني ودقائق. بيعمل كده وعشر. الاثنين صح. ممكن اكتب 52 ونص. قال لي تعالى نكتب 52 ونص. دي ممكن اكتبها 52 ونص. طب انا لو كنت عايز افنطها يا استاذ كنت هعمل ايه؟ عايز تفنطها اتك على علامه كوما. دي 52 و30 اهي يا جميل. 52 و30 هو كان عايز اوجد القياس الستيني. جبت الزاويه الاولى وجبت الزاويه الثانيه. يا استاذ كتبتها درجات ودقائق صح. كتبتها دقائق فقط صح اللي هي 52 ونص كده. دي اول مساله خدناها. بس عايز اقول لك حاجه جميله. قال لي ايه هي؟ قلت له المساله دي مين اللي حلها؟ انا ولا انت؟ لا لا مش انت وانا. لا لا مين اللي ماسك القلم؟ انا اللي ماسك القلم. قال لي طب بناء عليه؟ بناء عليه انت ما ينفعش تجري وتشوف المساله اللي وراها غير لما تحل حاجه زي كده بايدك. تعال ادي لك مساله يلا بينا. اذا كانت النسبه بين زاويتين هغير لك فيها واشوفك هتعرف تجيب ولا لا. يلا بينا. 7 الى زاويتين متتمتين الى 2 اوجد الزاويتين صح. بقت جديده. عايزك متتمتين والنسبه 7 على 2. عايزك توقف الفيديو وتحلها انت وترجع معايا تاني. يلا بينا.
عضم ألف وب ألف إلى ب أو سين وصاد أي زاويتين. النسبة 7 إلى 2. 7 إلى 2. قال كلمة متتمتين زيادة، دي مجموعهم 90، يبقى خد عمود جديد اسمه المجموع. دول مجموعهم 90، طب دول مجموعهم كام؟ 9. يلا نعمله المقصات. يلا هنجيب ألف ونجيب ب. يلا نجيب ب. نجيب ب إزاي؟ برافو عليك. قال لي يا أستاذ اللي معروفين الأول يتضربوا. لو أنا عايز ب 2 في 90 على 9. 2 في 90 على 9. ده علشان أجيب مين؟ عشان أجيب ال ب. خلصنا ب، عايز الألف برضه بنفس الطريقة. ها؟ قول معايا كده كام؟ برافو. 7 في 90 على 9. 7 في 90 على 9. بقالتي الجميلة تطلع 70 وبقالتي الجميلة تطلع 20. قال لي بس ما طلعش أرقام عشرية. قلت له خلاص يبقى دوت رقم صحيح، درجات فقط، مفيش عشري ولا درجات ودقايق وثواني. مسألة جميلة ولذيذة، وشكرا انك تسمع الكلام وحلتها بإيدك. قال لي طب يلا بينا ناخد حاجة أخرى. إذا كانت النسبة بين زاويتين متكاملتين 180، اوعى تفوت كلام، دي متكاملتين يبقى مجموعهم 180. 3 الى 8. قلت له دي نسبة برضو زي اللي فاتت. يلا نقول ماشي، حاضر سمعتك. عايز تقول سين وصاد، قول سين وصاد، اي زاويتين اي رمزين. النسبة كام الى كام؟ 3 الى 8. المرة دي يا جميل قال لك متكاملتين، يبقى المجموع هتحطه كام؟ برافو عليك. قال لي يبقى دي 180. اجمع دول يا جميل، قال لي دي 11. يبقى الزاويتين المتكاملتين مجموعهم 180، والنسب بدم جمعت الزوايا الحقيقية بجمع النسب معاه. قال لي يلا نجيب سين وصاد. قلت له تعالى نجيب سين ويلا نجيب صاد بالراحة كده. علشان اجيب سين بتعمل ايه؟ برافو برافو. قول تاني. 3 في 180 اللي في وش بعض. 3 في 180 على 11. 3 في 180 على 11. طب والصاد؟ الصاد اهو برضه بنفس الطريقه. كمل. 8 برافو في 180 على 11. قالت الجميله اظهر وبان. يلا بينا الاله معانا، واتمنى تبقى في ايدك وتسابقني برضه. 3 في 180 على 11، فين 3 اهي؟ قال لي بس انت ما عملتش شرطه كسر. قلت له حاضر، ادي شرطه الكسر. 3 في 180، 3 في 180 ونزلت تحت على 11 يساوي. قال لي كده طلعت لي، لو اتكيت اس دي بتحولها لك 10. لو كتبتها يا باشمهندس 49، 49 و9 صح، 49 و9. قال لي هاتها تاني كده. قلت له اهي 49 علامة 09 كده صح؟ صح. طب لو اتكيت كما فنطها برضو صح، 49 و5 اهي يا باشمهندس، 49 و5 و27. يعني ممكن اكتب دي 49 و5 وهنا 27 درجات ودقايق وثواني. لو لقيتها في الاختيارات كده او كده صح، دي درجات فقط ودي متفنطة بزرار الكومة. قال لي طب اللي بعديها؟ قلت له اللي بعديها زيها. قال لي زيها؟ قلت له يلا نعملها تاني. 8 في 180 شرطة الكسر الجميلة، 8 في 180 وانزل تحت على كام؟ قال لي على 11. قلت له ما نزلناش، يلا ننزل على 11 يلا بينا. قال لي كده لو اتكيت اس دي بيحوله رقم 10، 130 و9. قلت له حاضر استنى، ادي 130 علامة 9، دي كده درجات. طب لو عايزها درجات ودقايق وثواني، برافو عليك، نفس الرقم اللي في الشاشة بتتك على كوم. طلعت 130 وكام يا استاذ؟ 130 54 32. 130 54 32 درجات ودقايق وثواني. يبقى مسألة الجميلة عرفت الستيني لكل منهما، عرفت اجيب القياس الستيني يا اما بالدرجات فقط يا اما درجات ودقايق وثواني. ده صح وده صح. ولو انت كانت المسألة مقالي مش اختيارات، سبتها كده صح، سبتها كده صح، بدام هنا مش محدد لي. لكن لو حدد لك اوجد القياس الستيني بالدرجات والدقائق والثواني، يبقى لازم تسيبها بالمنظر الجميل ده. قال لي جميلة وحلتها. قلت له لا برضو مش انت اللي حلتها، انا اللي حلتها، وتعالى خد لك واحدة انت تاني، تعالى نغير النسبة بتاعتي دي وهدي لك نسبة تانية جديدة وانت حل معايا. قلت لحضرتك مثلا النسبتين مثلا 5 الى 4،
5 الى 4. يلا نقول، يلا اذا كانت النسبه بين زاويتين متكاملتين 5 الى 4 اوجد القياس الستيني. هتعمل ايه؟ برافو عليك، عايزك تحلها وترجع تشوف الحل. جميل، كتبنا الزاويتين، فرضنا ان اسمهم س وص او ا وب، اي حاجه. النسبه 5 الى 4 كده كتبت المعطيات. قال لي بس في معطى لسه ما كتبتوش. بزود عمود اسمه المجموع. المتكاملتين 180، المتكاملتين وبدل مجموع يبقى لازم اجمع النسب مع النسب. يلا قارن كده اللي انت حليته باللي انا بحله. س بتساوي وص بتساوي، عشان اجيب السين، ها 5 في 180، برافو، 5 في 180 على 9. طب وعشان اجيب الصاد 4 في 180 على 9. قالت الجميلة، قالت الجميلة عملت دي بالآلة يا شباب طلعت 100، عملت دي بالآلة يا رجالة طلعت 80 وما طلعش فيها درجات ولا دقايق وثواني، صح كده وصح كده. يبقى انت برافو عليك، الناس اللي حلت صح تعمل نفسها اكسلنت، دي حاجة جميلة إن أنت تتدرب بإيدك، ما ينفعش تبص على المسائل بس. قال لي واحدة كمان أهي، إذا كانت النسبة بين قياس متكاملتين 5 إلى 11، كملها وارجع لي، يلا بينا. قال لي هقول أ و ب، مش لازم س وص، 5 إلى 11، ها؟ صح صح صح، كنا بنزود عمود اسمه إيه؟ المجموع، ودول متكاملتين. متتمتين 90، متكاملتين 180، وبدام كتبت المجموع يبقى لازم تجمع النسب. 5 و11 قال لي 16، يبقى اجيب من هنا برافو أ و ب. يلا نقول مع بعض علشان اجيب أ، شيل دي كده من قدام عينك، يلا اعمل مقصات. قال لي قول 5 في كام؟ 5 في 180، وشيل دي كمان، 5 في 180 على 16. قال لي جبنا دي؟ قلت له جبناها، خلاص تطلع بالقلم. قال لي طب و ب؟ قلت له ب دي اهي يا استاذ، ب عشان اجيبها 11 في 180 على 16، واللي يطلع بالآلة يبقى جميل. قال لي تعالي يا آلة، تعالي يا آلة، نشوف الآلة الجميلة بتاعتنا. واحد قال لي هو لازم شرطة الكسر اللي انت بتعملها؟ قلت له لا، بدام المقام حاجة واحدة بس، اتعلم في الآلة كل شوية جديد. يعني دي عشان المقام، عشان تاني علشان المقام رقم واحد ممكن تتعمل 5 في 180 على 16. بص بص بص، 5 في 180 على العادية 16. قال لي طلعت؟ قلت له طلعت. قال لي كام؟ 56 و25، 56 و25. قال لي لو عايز افنطها؟ قلت له لو عايز تفنطها اتك على زرار الكوما، 56 و15. قلت له تعالى نكتبها متفنطه، 56 و15 وبس، لانه حاطط صفر في الثواني. قال لي كده؟ قلت له احنا كده جبنا الالف يا اما درجات ودقايق يا اما درجات بس. قال لي طب وب؟ قلت له بنفس القصه الجميله بتاعتي، ها شرطه الكسر الجميله، فوق 11 في كام يا استاذ؟ قال لي في 180، وانزل تحت بسهم على كام؟ قال لي على 16. طلعت 123 75. قلت له حاضر، 123 75. طب لو اتكيت كوما يا استاذ عشان افنطها؟ صح مش غلط، 123 45، 123 45. مبسوط يا رجاله، مبسوط جدا جدا بيك، عشان انت جميل محترم، بتوقف الشاشه وتحل وبعد كده تقارن، الاخطاء تصلحها والصح تدي لنفسك صح. جميله ولذيذه. قال لي طيب احنا كده خدنا ثلاث معلومات، متتمتين وايه تاني؟ ومتكاملتين يعني 90 درجة. قال لي واللي فاضله؟ قلت له زوايا المثلث 180. سؤالها بيجي ازاي؟ إذا كانت النسبة بين قياسات زوايا مثلث كنسبة 3 إلى 4، 3 نسب. مثلث؟ عايز الزوايا أعمل إيه؟ المثلث ليه كام زاوية؟ قال لي 3 زوايا و3 أضلاع برضه. طب أنا عايز الزوايا، قال لي تعالى نقول من الأول أ إلى ب إلى ج، أي 3 رموز أو س وص وعين، 3 4 7. النسبة الأولى 3 ودي 4 ودي 7. قال لي إيه الجديد؟ قلت له دي زوايا مثلث، زوايا مثلث، برافو عليك، يبقى أحط المجموع كام؟ 180. زوايا المثلث أيضاً 180، وبدام حطيت المجموع يلا نحط المجموع اللي تحت. قال لي طلع 14. ومن هنا مقصاتك الجميلة هتعرف تجيب أ وتعرف تجيب ب وتعرف تجيب ج، ويلا نقول مع بعضين.
علشان اجيب الف هتقول ايه؟ برافو، ها 3 في 180، 3 في 180 على 14. طب واللي بعدها؟ 4 في 180 على 14. الاخيره ج، 7 في 180 على 14. ممكن حضرتك تعملهم لي بالاله وترجع لي؟ قال لي يلا بينا. قالت الجميله اهي، 3 في 180 على 14، 3 في 180 ونزلنا على 14، طلع كام يا استاذ؟ قال لي طلع رقم دوري، يلا نقولوه، طلع 38 57. 38 57. قال لي يا استاذ احنا هنسيبه كده، ولو عايزين نفنطوه درجات ودقايق وثواني هنتك على مين؟ على كوما. طب ما اتكناش على كوما، صح مش غلط، يلا بينا، وسبناه على كده. قال لي الثانيه، شيل الثانيه دي، 4 في 180، ادي شرطه الكسر الجميله، 4 في 180 على، انزل بالسهم على 14. طلعت كام؟ اس دي 51 42، شكرا، 51 42، وبرضه كده ما فنطناهوش. طب والاخير؟ الاخير الجميل بتاعي 7 في 180، 7 في 180 ونزلت تحت على 14. قال لي طلعت 90، قلت له شكرا شكرا. التلات زوايا بتوعي طلعوا جمال وطلعت لذيذه وجميله وسهله، بس الاسهل منها ان انت تحلها بايدك عشان تبقى جميله. قال لي يا شباب، قلت له نعم. قال لي كده احنا خدنا فقرتين، الفقرة الأولى كنا بنفكرك ازاي نكتب درجات ودقايق وثواني، والفقرة الثانية معلومات قديمة هنستعملها، ويلا بينا ندخل على الفقرة الثالثة. ادخل على موقع الخطة التعليمي علشان تشوف باقي الدروس وفي كل المواد، ذاكر في أي وقت وخليك دايما مستعد. والفقرة الثالثة رجعنا ليه؟ لحساب المثلثات. عملنا مراجعة على الجزء الأولاني والجزء الثاني، والمراجعة دي مهمة عشان هنستفاد بيها. قال لي تعالى بقى في منهج حساب المثلثات ندخل في المنهج. قال لي يلا بينا. النسب المثلثية الأساسية للزاوية الحادة، للزاوية الإيه؟ الحادة. قال لي تعالى نتكلم. لو أنا عندي مثلث يا رجالة، قال لي فين المثلث؟ قلت له المثلث الجميل بتاعه أهو، أ ب ج. بص بص معايا. المثلث الف ب ج، قائم الزاويه في ب. في شويه كلمات جديده، حاجات جديده عشان ده منهج جديد نحفظها مع بعض. لو الزاويه دي قايمه، قال لي ما هي قايمه، الضلع اللي في وشها اسمه ايه؟ قال لي الوتر. الوتر اللي هو قدام الزاويه القايمه، معلومه جديده وقديمه برضه. قال لي زاويه ج، شايف زاويه ج؟ الضلع اللي في وشها المقابل، قال لي ده يا استاذ، قلت له صح، ده بيسموه مقابل لزاويه ج، مقابل يعني في وشها. أمال الضلع ده؟ قال لي اسمه مجاور. ففي ثلاث ألفاظ جداد عليك لازم تحفظهم زي اسمك. وتر زاوية جيم ده مقابل، وبالنسبة للجيم ده مجاور. مقابل مجاور وتر، مقابل مجاور وتر، تاني مقابل مجاور وتر، كل ده لزاوية جيم. قال لي طب إيه النسب المثلثية بقى اللي اخترعوا الأجهزة الكبيرة كلها عليها؟ قلت له أول حاجة في ثلاث ألفاظ جداد اسمها نسب مثلثية علينا. قال لي أول واحدة ج بالزاوية ويرمز لها بالرمز ج، ج ج ألف، وبالإنجليزي اللي هو الزرار بتاع ساين. قال لي فين ده يا أستاذ؟ قلت له تعال بص بص بص، شايف الزرار ده؟ شايف الزرار ده أهو، ساين اس أي إن، ده معناه ج. تاني ج، قال لي طيب ده أول زرار. تاني حاجة الج ده معناه إيه وبنجيبوه إزاي؟ قلت له تعال أقول لك. لما يجي يقول لك جاء زاوية، جاء زاوية أو جيب الزاوية، جيب اسمه كده، جيب الزاوية، جاء بيساوي إيه؟ لو أنت عندك أرقام بتقول لي مقابل على وتر، تاني مقابل على وتر. قال لي طب ما تيجي ننفذوها، قلت له تعالى ننفذوها. تعالى نرسم مثلث كده جميل صغير، دي زاوية جيم ودي زاوية ألف ودي ب. لو قلت ده 5 وده 3 وده 4 مثلا يعني. يلا بينا، لما اجي اقول لك عايز جا جيم، جا جيم دي نسبة، يعني ايه نسبة؟ يعني كسر، مقابل على وتر، الجا مقابل على وتر، يعني كام على كام؟ قال لي 3 على 5، جميلة. الجا تاني، الجا مقابل على وتر، لو سألتك حفظت القانون؟ قال لي الجا مقابل على وتر.
قال لي طب وايه تاني؟ قلت له في لفظه تانيه جديده، هم ثلاث الفاظ، جيب زي الاولانيه بالظبط، تمام الزاويه، جيب تمام الزاويه، وما اسموش جاء، اسمه جتا، لفظه جديده اسمها ايه؟ جتا، جيم ت الف. قال لي طب دي موجوده في الشاشه برضو في الاله؟ قلت له اه بس اسمها جوزاين. فين هي الجميله دي؟ تاني واحده، الاولانيه ساين، التانيه جوزاين، جاء ودي جتا. قال لي حاضر عرفناها. طب ودي بتيجي ازاي؟ قلت له الجتا بتساوي مجاور على وتر، الجتا مجاور على وتر. يعني ايه يا استاذ؟ يعني الضلع المجاور على الوتر ده القانون بتاعها، المجاور ب ج على الوتر الف ج. قال لي خلينا بالارقام، قلت له يلا بالارقام، جتا ج، جتا ج زاويه ج اهي، الجتا يعني مجاور ليها على الوتر، 4 على 5، يبقى الجاء، الجاء مقابل على وتر، والجتا مجاور على وتر. انا بكررهم عشان في التكرار هتحفظ بسرعه. قال لي والاخيره؟ الاخيره اسمها ظل الزاويه. اسمها ايه؟ ظل الزاويه. وظل الزاويه اسمها ظا، ظل الزاويه اسمها ايه؟ ظا، ظا بالانجليزي او بالاله بتاعتي اللي هي تاني، يعني جا جتا ظا، جا جتا ظا، تاني جا جتا ظا، ساين جوزاين تان، ساين جوزاين تان. قال لي طب الظا دي يا استاذ بتساوي ايه على ايه؟ صح اهي، بتساوي ايه؟ مقابل على مجاور، مقابل على مجاور، مقابل على مجاور. قال لي طب ما تيجي تجيبها بالارقام، يبقى كام على كام؟ قال لي 3 على 4. وده اللي بيجي لك. قال لي بيجي لي ايه؟ بيجي لك مثلث جميل ويقول لك اوجد جا وجتا وظا، بس وخلص الدرس بتاعنا، بس يلا نتدرب عليه عشان نحفظه. قال لي طب ما تيجي نرسم رسمه ثانيه، قلت له يلا بينا نرسم رسمه ثانيه. بس قبل ما نرسم الرسمه الثانيه، ممكن حضرتك في النوت بتاعك تكتب القوانين دي وتحفظها وتكمل بعد كده معايا؟ لا 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 لا، قبل ما نكمل عايزك تحفظها. مهم، الجاء مقابل على وتر، الجاء مقابل على وتر، والجتا مجاور على وتر، جتا مجاور على وتر، والظا مقابل على مجاور، ورددهم مع نفسك 3 4 مرات واكتبهم، ويلا بينا نشوف امثله، امثله ثانيه. قال لي يلا نقول، هات القلم الجميل، رسمت مثلث جميل اهو، وعايز لون تاني اسمه برضو ألف وب و وجيم. نقول أرقام، نقول أرقام، دي يا أستاذ 17 ودي 15 ودي أي رقم تاني صغير، ناخد أرقام صغيرة، دي 10 ودي 6 ودي 8، ناخد أرقام صغيرة في الأول. يلا بينا، جيت أقول لحضرتك نفس المسألة، اكمل، جاء جيم، فين جيم؟ اهي جيم، جاء، الجاء القانون بتاعها ايه؟ مقابل على وتر، احفظ اللاعب اللي مقابل على وتر. قال لي يعني دي 6 على 10، قلت له برافو عليك. طب يلا نجيب الجتا، الجتا مجاور، مجاور اللي جنبها على وتر، قال لي يعني كام؟ قلت له 8 على 10. قال لي اخر حاجة الظا، مقابل على مجاور، مقابل على مجاور، يعني كام على كام؟ قال لي 6 على 8. بس على فكرة احنا خلصناها، بس الرقم لما بيتحط لازم يتحط في ابسط صورة. قال لي طب وانا اجيب ابسط صورة دي ازاي يا استاذ؟ قلت له بتكتب الكسر ده على الالة، بتكتب الكسر على الالة، الالة بتحوله لك لابسط صورة بس وخلاص. قال لي دول سهلين، قلت له اه بس اتدرب عليهم 5 6 مرات. الملحوظة يا استاذ، هل لما بيجيب لي مثلث بيجيب لي الثلاث اضلاع؟ لا للأسف لا. قال له امال؟ قلت له بيجيب لك ضلعين. قال لي ما هو لو ضلعين يبقى فضل لي ضلع ثالث لازم اجيبه. قلت له برافو، ودي بقى الشطاره بتاعتك، هنعمل ايه؟ قال لي يلا بينا نشوف ازاي لما يديني ضلعين في مثلث قائم. صح صح صح، عينك حلو. نظريه فيثاغورس، فيثاغورس ده كان مهتم بالمثلث القائم، بيقول لك لو انت عندك مثلث قائم ومديك ضلعين وعايز الثالث، قال لي ايه؟ لو انت عايز الوتر بتعمل ايه؟ برافو عليك، تفتكر قانون فيثاغورس، لو انت عايز الوتر تربيعه بيساوي مجموع، واخد بالك من زائد ألف جيم تربيع بيساوي ألف به تربيع زائد به جيم تربيع. اللي بقوله ده يا رجالة هناخده 5 مسائل على دي، لازم تبقى دي البداية ونكمل نسب مثلثية. ألف جيم تربيع بتساوي الضلع ده تربيع زائد الضلع ده تربيع. قال لي طب ده لو كنا عايزين الوتر، طب لو كان مديلي الوتر وضلع وضلع تاني ناقص قايمه، لو انت عايز ضلع القايمه بيبقى ناقص. قال لي يعني ايه؟ الف ب تربيع بيساوي الف ج تربيع ناقص ب ج تربيع، بقول الوتر تربيع ناقص الضلع ده تربيع، ده تربيع ناقص ده تربيع. قال لي هي زائد ولا ناقص؟ قلت له لو انت عايز الوتر
بتقول زائد، عايز ضلع من اللي جنب القايمة بتقول ناقص. يعني لو عايز ب ج صح صح صح، لو انت عايز ب ج بتقول ألف جيم تربيع ناقص ألف به تربيع، أهي الاتنين دول بيسموه ضلع قائمة. لو أنت عايز ضلع من اللي جنب الزاوية القائمة بتقول ناقص، لكن ده لما تعوز الوتر بتقول زائد، الحاجة الوحيدة اللي فيها زائد. قال لي صح الكلام ده قديم مش جديد، قلت له بس دي أساسيات ولازم نتك على الأساسيات علشان نحل بيها. قال لي طب ناخده مثال؟ قلت له يلا بينا ناخده مثال. لو قلت لحضرتك مثلا يعني ده 3 وده 4، سمعتك بيقول لي 5، قلت له صح عشان ارقام انت حافظها، كمان شويه اجيب ارقام مش حافظها، بس تعالى نشوف الطريقه. يلا نشوف الطريقه. انا عايز ايه هنا؟ انا عايز الوتر، يبقى اكتب قانون الوتر، اللي كان فيه زائد ولا ناقص؟ قال لي اللي كان فيه زائد، قلت له برافو عليك. يلا نعوض، دي 3 تربيعها 9، ادي وده 4 تربيعها 16. اللي انا جبته ده الف جيم تربيع، وبعد كده اجيب الجذر، جذر اللي يطلع، يطلع 5. قال لي لا يا استاذ اديني مساله تانية يا استاذ، احنا ديت حليناها بسرعه. قلت له يلا بينا نحل حاجه تانية. لو قلت لحضرتك مثلا، بس عايزك تفتح آلتك معايا، آلتي افتح الاله، الاله بتخلص كل حاجه، 25 ودي 20 وعايز الف ب. اسال نفسك سؤال، الضلع اللي انا بسالك عليه ده هل ده الوتر؟ قال لي لا، لو انت اللي عايزه ده مش الوتر، تاني الوتر الوحيد اللي زائد، لو انت اللي عايزه مش الوتر بتقول ناقص. قال لي ايه؟ ناقص الف ب تربيع اهو يا جميل، بيساوي بتبدا بالوتر عشان الكبير، 25 تربيع ناقص 20 تربيع. تاني يا استاذ، تاني يا استاذ، لو انت عايز الضلع، الضلع الضلع من اضلاع القايمه، بتبدا بالوتر تربيع ناقص الضلع ده تربيع، هيديني رقم صح، اداني 225. ده ا ب تربيع، يبقى جذرها، الجذر بيساوي الجذر اهو، جذر 225 يساوي 15 سم، وبكتب عليها 15 سم. لما حبيت اجيب ضلع من اضلاع القايمه بطرح، عايزك تتدرب بالاله. لقيت صاحبي فيهم جميل وواحد تاني قال لي يا استاذ الاله بتقف مني، قلت له تعال هقول لك طريقه تانيه للي الاله بتقف منه. انا كنت لسه قايل لك ده 25 وده 20، لو الاله بتقف منك وفيثاغورس كان مضايقك شويه، تعال نقول لك طريقه اللي تانيه جميله. لو انت عايز الضلع ده بتقول جذر على طول، عايز ضلع الجاي القايمه بتقول الكبير تربيع ناقص الصغير تربيع، الوتر تربيع، مره واحده تحت الجذر. قال لي طب ما تيجي نعملها بالاله ونشوفها. قلت له يلا بينا نعملها بالاله ونشوف بتتعمل ازاي. قال لي جذر، قلت له حاضر، 25 تربيع، بص 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 بص، 25 ده الزرار بتاع تربيع ناقص 20 تربيع، 20 وبرده عليها تربيع تاني، 25 تربيع ناقص 20 تربيع يساوي، قال لي 15. قال لي دي جميله كده في سطر واحد، قلت له اشتغل بيها، عجبتك اللعبه دي اشتغل بيها ما دام هي في سطر واحد، وده برضه في ثغورس الصحيح. قال لي طب ايه تاني يا استاذ؟ قلت له تعالى ناخد ارقام تانية. لو قلت لحضرتك مثلا يعني ده 25 وده 24، هات لي الضلع الثالث، مهمه مهمه مهمه. قال لي يلا بينا، الضلع ده هل هو الوتر؟ لا، ما دام مش هو الوتر جذر ناقص الوتر الوحيد اللي بقول زائد. قال لي هكتب كام؟ 24 تربيع ناقص 25. استنى 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 استنى، اوعى يبقى عندك رقمين تبدا بالصغير، ما ينفعش، لازم تبدا بالكبير، دي كده تطلع لك ايرور، ودي خطا مشهور جدا جدا عند بعض الناس. قال لي ليه؟ قلت له ينفع في الناقص يحط الصغير الاول؟ طبعا ما ينفعش. قال لي يعني نكتب كام؟ قلت له 25 تربيع ناقص 24 تربيع. قال لي هات لي الاله يا استاذ نعملها مع بعضينا. ادي جذر 25 وزرار التربيع اكس تربيع، جميل، ناقص 24 واكس تربيع يساوي، قال لي طلعت بتساوي 7، يبقى الضلع الاخير طلع ب7. خدنا كده فيثاغورس لما يديني ضلع القايمه ناقص، قال لي طب واخر واحد فيهم؟ اخر واحد فيهم يا رجاله لو اداني ضلع القايمه، ضلع القايمه وعايز الوتر، قال لي زي، قلت له زي اي حاجه، قول مثلا 12 ودي 9،
الضلع اللي ناقص. قال لي الوتر. قلت له جميل جميل جميل، انت قلت الوتر، والوتر اكبر اضلاع المثلث، ده الوحيد اللي فيه زائد. قال لي يعني اكتب ايه؟ قلت له ده تربيع زائد ده تربيع، 9 تربيع و12 تربيع. ويلا بينا نشوف الآلة الجميلة اللذيذة بتاعتنا. ادي جذر 9 تربيع زائد عشان الوتر، تعظيم سلام للوتر اكبر الاضلاع، 12 تربيع يساوي، قال لي طلعت 15. يبقى الوتر طلع 15، الضلع الوحيد اللي بجمع له الوتر. قال لي جميل كده يا استاذ احنا خدنا ايه؟ قلت له خدنا كده مراجعه على فيثاغورس. قال لي ليه؟ عشان ندخل على منهجنا بتاع النسب المثلثيه. يلا بينا. اول ما يجيب لك مثلث، قال لي اول هو هيجيب طبعا حساب المثلث لازم يجيب لك مثلث ويسالك على جا وجتا وظا. قال لي بيدي لك ضلعين عاده، لازم تجيب الضلع الثالث قبل ما تكمل الرسمه. مثلث قائم مثلث قائم 5 4 ده كام؟ قال لي يلا نجيبه في فيثاغورس. قلت له يلا بينا. الضلع اللي ناقص اسمه ايه؟ ألف ب. ألف ب بتساوي، قبل ما تكمل هقول زائد ولا اقول ناقص؟ بدل ما ادي لك الوتر الضلع ده قايمه ناقص 5 تربيع ناقص 4 تربيع. برافو عليك اللي سابقني، الوتر تربيع ناقص ده تربيع، بالاله هيطلع 3 واكتب عليه 3. قال لي وبعديها؟ بعديها روح بقى شوف المطلوب. طلع المنافستو اللي كان في ايدك اللي هو جا وجتا وظا، ونقول مع بعضنا جا جيم، فين زاويه جيم؟ اهي الجا كان قانونها ايه؟ الجا الجا مقابل على وتر، مقابل مقابل يعني اللي في وشها مقابل على وتر، يبقى 3 على 5. قال لي طب والثانيه؟ قلت له جتا جيم وظا جيم. جتا جيم فين يا استاذ؟ دي اهي اهي جيم. جتا مجاور على وتر، مجاور على وتر، الجا مقابل على وتر، والجتا مجاور على وتر. فكرني بالاخيره الظا كده، الظا كانت بتساوي ايه؟ الظا برافو عليك مقابل على مجاور. حفظت القوانين؟ قال لي اتدربت عليها؟ وقف وحلها تاني. ليه؟ عشان نتك سيك. يلا بينا. قال لي طب المره دي بيسالني على الف، بيسالني على مين؟ قلت له تعال تعال نشوف ألف الجميل. جاء ألف وجت ألف وظا ألف، فين زاوية ألف؟ أهي. تعال نجيب لون تاني، تعال نجيب لون تاني. زاوية ألف شايفينها؟ قال لي أنا حافظ إن الجا أهو أهو بالعربي أهو مقابل على وتر. المقابل اللي في وش ألف، المقابل لألف اسمه إيه؟ لا ما تقوليش ده مجاور، هو مجاور لجيم، لكن بالنسبة لألف في وشه مقابل ليه، يبقى ده المقابل وده الوتر. 4 على 5. تاني تاني زاوية ألف أهي، فين الوتر؟ ده الوتر ما بيتغيرش، المقابل ليها 4، المجاور يعني جنبها، مجاور جنبها، المجاور أهو جتا مجاور على وتر، يبقى 3 على 5. الظا مقابل على مجاور. قال لي يا استاذ يعني الاضلاع دي مش، قلت له لا 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 لا، ده اسمه ايه؟ دي زاويه جيم، ده مقابل، مقابل لجيم لكن في نفس الوقت مجاور لالف. الضلع ده مجاور لجيم لكن في نفس الوقت مقابل لالف. قال لي جميله ولذيذه. شفت الطالب؟ شفتك شفتك اللي بيقول لي دي 3 على 5 ودي 3 على 5، يبقى جا دي يساوي جتا دي، جا دي يساوي جتا دي، وجتا دي يساوي جا دي اهي. قلت له صح برافو، بس انا مش عايزك تعمل كده، انا عايزك ايه؟ عايزك تتدرب معايا واحده واحده. قال لي طب تعالى نشوف مثلث تاني، مثلث تاني جميل بتاعنا اسمه س ص ع قائم الزاويه. قال لي يا استاذ مش القايمه قلت له لا، القايمه بتتحط في اي حته. 9 41، الضلع ده ناقص. قلت له يلا نجيبه يلا نجيبه، س ص جذر، بس انا مش عارف يا رجاله هتقولوا لي الجذر ده هتقوله زائد ولا ناقص؟ يعني الضلع اللي ناقص ده هل ده الوتر؟ لا، بدل ما ادي لك الوتر هتقول ناقص على طول. قال لي يلا نقول 41 تربيع، ادي 41 تربيع ناقص 9 تربيع. قال لي نجيبوها، قلت له يلا بينا يلا بينا نجيبوها. الآلة بتاعتي الجميلة اهي، الآلة الجميلة. يلا نكتب ده جذر 41 4 1 وعلى تربيع ناقص
تسعة تربيع، تسعة وعليها تربيع يساوي، قال لي طلعت 40. هو مين ال 40 الضلع بتاعي؟ علشان كده قبل ما ابص هو عايز ايه لازم تجيب الثلاث اضلاع، مديني اتنين بجيب الثالث، مديني اتنين بجيب الثالث بفيثاغورس. قال لي طب يلا بينا، فين الوتر؟ قلت له ده الوتر وما تفصلش، ده الوتر ليه؟ قدام الزاويه القائمه. يلا بينا، جاء سين، فين زاويه سين؟ اهي سين سين سين. الجاي كان ايه القانون اللي انت كاتبه؟ مقابل 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 اللي في وشها على الوتر، يبقى 9 على 41. تسعة على 41. قال لي نفس الزاوية، عايز جتا سين. جتا القانون كان ايه قبل ما بص؟ جتا مجاور على وتر، مجاور يعني اللي جنبها على وتر، 40 على 41. سمعتك كان في طالب بيقول لي 41 على، لا الوتر ما بيتقالش في الاول خالص. جتا مجاور، ده المجاور مش ده المجاور، ده الوتر، مجاور على وتر، 40 على 41. الظا زاوية س مقابل مقابل على مجاور، يعني 9 على 40. قال لي جزء جميل ولذيذ، بس في نفس المسألة عندنا مطلوب تاني، عايز جا عين، فين زاوية عين؟ فين فين فين؟ أهي عين. فين الوتر؟ الوتر ما بيغيرش كده. عين، فين المقابل؟ بص 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 بص، فين المقابل؟ فين اللي في وشها ده اسمه المقابل؟ وده المجاور بالنسبة لعين. جا عين، زاوية عين أهي. جا كون كان ايه؟ مقابل على وتر، 40 على 41. قال لي طب تاني، جتا مجاور على وتر، 9 على 41. ظا يلا بينا، الظا الظا مقابل على مجاور، 40 على 9. لذيذة لذيذة لذيذة، بس محتاجة صح، محتاجة تدريب مرة واثنين وثلاثة. وأنا أنصح كل الشباب الجميل تالتة إعدادي، انت رقم واحد بتحفظ القوانين، مقابل على وتر مجاورة بتحفظ. قال لي بعد ما احفظ القوانين، قلت له بتتدرب بعد ما تشوف المسألة تعيدها تاني وتوقف الفيديو قبل الحل وتحلها بايدك. قال لي طب يلا استاذ بينا. قلت له هنعمل ايه؟ عايزين نتدرب على حتة صغيرة. قال لي ايه هي؟ قلت له ازاي نرسم المثلث. قال لي اه لما يجي يقول لحضرتك مثلث الف ب ج قائم قائم الزاوية في ب، مثلث قائم الزاوية في ب. قلت له حاضر، فاصلة ألف جيم 10 سنتي، ب جيم 8 سنتي، ويجي يقول لك بقى ايه وجد؟ جاء ألف وجت ألف وظا ألف، جاء جيم جت جيم ظا جيم. يلا نقول مع بعضينا، والكلام ده مهم، مهم ان انت تسمع المسألة دي كويس يا شباب، مهم. قال لي اه مهم مهم جدا. لما اجي ارسم مثلث قائم، بص بص بص، بترسم خط افقي. قال لي لا ده حجم عائلي، ده مش خط افقي عادي. قلت له بترسم وبعديها بتعمل عليه زاوية قائمة. نقولها تاني نقولها تاني، خط افقي، خط زاوية، لا قائمة مش كده، دي مش قائمة ولا قائمة، دي مش قائمة. الزاوية القايمة ده كده اسمه أفقي، وده رأسي، رأسي عامل زاوية زي الحيطة والأرضية، الأرض والحيطة. هل الحيطة بتبقى كده على الأرض؟ قال لي لا، بتعمل زاوية قايمة. الزاوية القايمة دي اسمها ب، وبعد كده تكمل الكلام الرسم ده، الكلام الرسم اتدرب عليه عندك. أقابل بعض الطلبة أقول لهم ارسم مثلث قائم، ليه عمل كده؟ ولا دي لا ده مش منظر مثلث قائم، قصده على دي اللي قايمه، مش ممكن طبعا ولا دي قايمه. قال لي عشان كده، علشان كده لازم اتدرب عليها كويس يا شباب، ازاي ارسم المثلث القائم بتاعي الجميل. قال لي يلا بينا، قلت له حاضر، هنسمي ا ب ج، ادي ا ودي ب ودي ج، قائم الزاويه في ب، يعني الزاويه القايمه هي اللي احط عليها ب. قال لي يا استاذ ده لو كنت راسم ب الناحيه الثانيه عادي، اهي تحط على دي ب، المهم الزاويه القايمه ترسمها صح سواء كانت يمين او شمال. قال لي طب يلا بينا نكمل الرسمه بتاعتنا ونقول فين الزاويه بتاعتي. مثلث قائم تاني، بترسم خط الكراسه، خط على خط الكراسه، وده قائم مش مايل ولا يمين ولا شمال، وده ألف ب ج، ألف ج 10 سم، قلت له شكرا، ب ج 8 سم، شكرا،
الضلع الثالث مع لا مش سكر، لازم تجيبه الاول قبل شكر. يلا نجيب الضلع الثالث ازاي قبل ما تحل المساله؟ لازم الثلاث اضلاع يا جميل. قول سمعك سمعك سمعك. كنت اتمنى اشوفكم يا شباب واشاور على واحد واحد اقول له جاوب معايا. يلا نقول مع بعض. ها رد عليا. الف ب ده وتر؟ قال لي لا. يبقى اقول زاد ولا ناقص؟ قال لي ناقص. ايه ناقص ايه؟ الوتر تربيع ناقص ضلع القايمه تربيع. مش هعمل الاله، مش هطلع الاله، طلعها انت وقول لي. بتقول يا باشمهندس الباشمهندس بيغششني من ورا الكاميرا بيقول لي طلعت 6. قلت له جميل طلعت 6 وطلعها انت بالاله ومالكش دعوه بالباشمهندس. يلا بينا. بيقول لي اوجد جاء الف. الجاء الجاء ابص بص ايه ده؟ قال لي انت بتعمل شروط كسر ليه؟ قلت له ما هي اسمها نسب، نسب نسب يعني رقم على رقم. جاء القانون كان بتاعها ايه؟ قول معايا مقابل على وتر. فين الف؟ اهي الف اهي 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 زاويه الف اهي مقابل مقابل 8 على 10. جتا جتا الف مجاور على وتر. جميل. الظا قانونها ايه؟ مقابل على مجاور، مقابل على مجاور. ادي المقابل اهو وادي المجاور. قال لي طب وجيم؟ قلت له يلا بينا نقول جيم. برافو سمعتك اللي بيقول لي ما تسيبش دول كده. قلت له ليه؟ قال لي اكتبهم بالاله يطلعوا ابسط صوره. اكتبهم بالاله صح. او ممكن دي 8 من 10 و6 من 10 ودي 75. طب دي يا رجاله جيم فين؟ جيم فين؟ جيم اصلا ادي زاويه جيم. بص كويس بص للزاويه. جيم جاء مقابل فين المقابل بتاع جيم؟ مقابل مقابل يعني اللي في وشها 6 على 10. طب جتا جيم 8 على 10. ظا جيم 6 على 8. وبرضه بحطه في ابسط صوره 3 على 5. سمعتك. في حد فيكم عينه جميله لماح؟ قال لي اتصور يا استاذ اكتشفت حاجه. قلت له قول قول. يلا نقول مع بعضين. لا تعالي تاني. شايفين دي؟ قال لي اه. قلت له اهي في طالب لما يجي يجيب جا اهي عايز يجيب جتا، يعني جا الزاويه دي يساوي جتا الزاويه المتممه. برافو عليك. دي 3 على 5 لما يجي يجيب جا بيعكسهم. حتى الظا جاب ظا دي لما يجي يجيب المتممه يقلبهم. كلامك صح. اه هو الموضوع صح، بس انا عايز ادربك الاول تجيب ازاي مقابل على وتر ومجاور، وبعد كده لو استعملت ذكائك في الزاويه المتممه اه متممه، ما هي المثلث 180 يبقى الزاويتين دي ودي مجموعهم 90، يعني الف تتمم جيم. قال لي يعني ايه تتمم مجموعهم 90؟ يبقى جا الزاويه الاولى يساوي اهو بص قدامك جا الف بيساوي جتا جيم، وجا جيم بيساوي جتا الف، جا الزاويه يساوي جا المتممه. كلام جميل. انا فرحان بيكم يا شباب ان انتوا حفظتوا القوانين بسرعه معايا. قال لي طب عايزين شويه تمارين يا استاذ. قلت له يلا بينا نعيش مع احلى تمارين. بس قال لي قبل التمارين في ملحوظه. قلت له ايه هي الملحوظه؟ قال لي ارجع كده. قلت له رجعت. قال لي تصور ان الظا دي بص 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 الظا كام على كام؟ 9 على 40 9 على 40. قال لي انت ملاحظ ان الظا دي لما اقسم جا على جتا لو قسمت الرقمين دول على بعض المقام بيطير و9 على 40. طب وظا الظا برضه بيساوي الجا على جتا 40 على 49. قلت له على كده. قال لي اه 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 الظا بيساوي الجا على جتا 3 على 4 عشان المقام هيطير مع المقام. الظا بيساوي الجا على جتا. قال لي يعني؟ قلت له اه هي دي المعلومه. المعلومه كانت بتقول ايه يا رجاله؟ لاي زاويه يكون الظا بيساوي الجا على جتا. الظا 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 اوعى تنساها. الظا بتساوي جا، يعني انت جبت جا وجبت جتا عايز تجيب ظا، بدل ما تبص ممكن تقسم الجا اللي انت جبتها على الجتا، الرقم الاولاني والرقم الثاني تقسمهم على بعض. قال لي ده رقم واحد. رقم اثنين ايه؟ في رقم اثنين بيقول لي الملحوظه اللي الجميل لمحها لوحده، بيقول لي لو في زاويتين متتمتين، زاويتين مالهم؟ متتمتين، يعني مجموعهم كام؟ 90. بيقول لي جيب الزاويه بيساوي جيب الزاويه المتممه، يعني قال لي طب تعالى كده نرسم؟ قلت له تعالى نرسم. بيقول لي لو انا عندي مثلث قائم الزاويه في جيم، يبقى الزاويتين دول مجموعهم كام؟ قال لي الف زائد ب بيساوي 90 درجه، يعني الف تتمم ب متممه. متممة يعني مجموعهم 90. لو دي 10 دي 80 20 70 40 50 وهكذا.
الملحوظة، لو جبنا جا الأولاني إيه علاقته بالتاني؟ جا الزاوية الأولى بيساوي جتا التانية. طب ولو قلنا جا ب يساوي جتا ألف. الملحوظة دي مهمة وبتيجي كتير في الامتحانات. بتيجي حاجتين، يقول لك ألف زائد ب بيساوي 90، يبقى جا ألف جا الأولانية يساوي جتا التانية، أو جا التانية يساوي جتا الأولانية، أو يقول لك جا ألف يساوي جتا ب، يبقى ألف زائد ب بكام؟ تقول لي 90 درجة. قال لي التلاتة يجيب لي دي ويسألني، أو العكس. والعكس إذا كانت ألف وب زاويتين حد، جا ألف يساوي جتا ب، لو لقيت الجا بيساوي الجتا يبقى الزاويتين دول مجموعهم 90. جا وجتا لو لقيتهم بيساوي بعض يبقى الزاويتين مجموعهم كام؟ 90. يعني رد عليا طيب، يعني جا 20 يساوي جتا كام لو أنت فهمتني؟ برافو عليك. قال لي يا أستاذ مش دي جا ودي جتا؟ يبقى دول ب 20. 20 وكام يديك 90 درجة؟ لأن لازم المجموع يبقى 90. قال لي 70. طب لو قلت لحضرتك لو مسألة تانية دي 50، 50 يبقى دي كام؟ قال لي دي 40، وهكذا. الاتنين دول تملي بدام الجا والجتا، جا جتا جا جتا مجموعهم 90. لو الجا بتساوي الجتا مجموعهم 90. قال لي طب عايزين أمثلة عليها. قلت له أنت حفظتهم؟ كتبتهم عندك؟ الظابط ساوي الجا على جتا، الظابط ساوي الجا على جتا، شفتوا محفوظين إزاي؟ الظابط ساوي الجا على جتا، وجا الزاوية يساوي جا المتممة. ويلا مع التمرين الجميل في الشكل المقابل. اول ما يقول لك في الشكل المقابل بص للشكل، هل مستوفي الثلاث اضلاع ولا لا؟ بصيت لقيت مديني ضلع بخمسة وضلع ب 12 والثالث مش قايله. لا ما ينفعش. قال لي يعني ايه اللي ما ينفعش؟ قلت له لازم اجيب الضلع الثالث. الضلع الثالث اسال نفسك ده مقابل للزاويه القايمه، يعني اسمه ايه؟ برافو عليك، ده اسمه الوتر. الوتر ازاي كنت بجيبه؟ كنت بقول زائد ولا ناقص؟ برافو برافو برافو. قال لي زائد. قال لي يبقى الضلع الاول تربيع والثاني تربيع. الوتر الوحيد اللي فيه زائد. قال لي الفيثاغورس؟ قال لي عملتها بالاله بتاعتي 15 تربيع و12 تربيع، واتاكد وما تسمعنيش، اتاكد انها 13. قال لي طلعت 13. يلا بينا نشوف هو عايز ايه. جتا الف، فين الف؟ الجتا ده انا نسيت القانون بتاعها كان ايه يا شباب. الجتا مجاور، برافو عليك، على ايه؟ مش سامعك صح، على وتر. مجاور على وتر، مجاور على وتر، 5 على 13. شكرا. فين 5 على 13؟ 5 على 13. لا ارجع تاني. 5 على 13. يبقى بجاوب وبعد كده ببص للاختيارات بتاعتي. قال لي طب ايه تاني؟ قلت له يلا تاني. ألف ب ج مثلث قائم الزاوية في ب. قلت له استنى، قائم الزاوية في ب يبقى ارسمه. بص بص الرسمة، بص الرسمة. خط الكراسة وبعمل عمود، يا من هنا يا من هنا. بعمل عمود ولا مايل يمين ولا مايل شمال. الزاوية القائمة اسمها ايه؟ لا هو اللي بيقول قائم الزاوية في ب ب. قال لي طب وهنا ألف وهنا ج أو العكس؟ مش مشكلة. ألف ب بتلاتة اكتب عليه تلاتة، ب ج بأربعة اكتب عليه أربعة، فيكون جا ألف في جتا ألف. قلت له لا استنى استنى، في ضلع ناقص عندي لازم أجيبه صح؟ ده وتر. قال لي يلا نجيبه زي اللي فاتت ما سمعتكش. قال لي ده تربيع زائد ده تربيع. قلت له 3 تربيع و4 تربيع. قال لي طلعت 5. ليه قلت زائد تاني؟ علشان ده الوتر. يلا بينا نشوف هو عايز ايه. قال لي عايزك تجيب قيمة الجا وقيمة الجتا. استاذ هو مش حاطط بينهم علامة ولا زائد ولا ناقص، مفيش علامة معناها فيه، مفيش علامة معناها فيه، اوعى تنساه. يلا بينا. زاوية ألف الجميلة اهي. الجا كان قانونها ايه؟ مقابل على وتر. فين 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 فين؟ قال لي مقابل مقابل على وتر، يبقى 4 على 5. جتا ألف، بصيت لألف، جتا مجاور على وتر. بص إيدي، بص إيدي، مجاور على وتر، اللي جنبها على الوتر. 3 على 5. هو عايز جمع ولا طرح ولا؟ لا فعلا هي ضرب، يبقى مفيش إشارة. بضربهم بالآلة بسط في بسط، مقام في مقام، أو بالآلة، يطلع لي 12 على 25. جميلة ولذيذة، جميلة ولذيذة. أجزاءنا دي يا شباب أجزاء بتيجي في امتحانات، وأمثلة من اللي احنا بناخدها دي جت في امتحانات سابقة. أمثلة من اللي احنا بنقولها دي بالظبط جت في امتحانات سابقة، يعني تدريبك ليها أنت بتسمع الشرح وفي نفس الوقت بتتدرب على الامتحانات. علشان كده الجزء ده لازم تحله بإيدك، وهنتقابل في الفيديو اللي جاي أهم الأفكار اللي بتيجي على الجزء ده. بس راجع بإيدك مش بعينك، ونراكم على خير.